مساء الخير يا حضرات، أهلا وسهلا بكم في قناة أبو كير الهندسة والابتكارات. موضوع حلقتنا النهاردة هعمل لكم من الجركن بيتي، الجركن فاضي اهو بتاع زيت، هنستغله ونعمل منه سلة قمامة. خليكم معانا خطوة خطوة، كلها أدوات بسيطة. هتجيب جركن فاضي زي ده، هنجيبه 3 قطع من الساج زي دول كده، نظبطينهم احنا عشان ايه وقت الفيديو. هنجيب مفصلتين زي دول، هنجيب برشام زي ده كده، متوفر في كل مكان. هنعمل ورادي كده عشان لما يخش البرشام انه ده بلاستيك كده يمسك فيها. خليكم معانا خطوة خطوة. اول خطوة يا حضرات، هنقص الجركن هنا في الحتة دي هنا، طبعا ده الناحية الاعلى بتاعته دي. على بركة الله هنبدأ. هنخلي حتة صغيرة كده، هنعلم الأول، هنركب كبسولة هنا، مفصلة هنا، ومفصلة هنا. نعمل 4 ثقوب هنا. كده ظبطناهم يا حضرات زي ما شايفين كده، ايه تخش فيها بسهولة. على بركة الله نبدأ الركيب بالشكل ده.
كده يا حضرات حطينا اعلام هنا واعلام هنا، هنعمل ثقب يدخل مسمار 10 ملي زي كده. لازم نوسعه شوية كده عشان ايه، المسمار يدخل. نجرب المسمار. بعد ما انتهينا من التخريم بالشكل ده، ثقب هنا وثقب هنا اهو، تركب فيه مسمار 10 ملي زي كده بالشكل ده كده. على بركة الله هنجيب الجزئين دول وهنركبهم في بعض بالشكل ده. هنركب مسمار 10 هنا وهنربطه بصامولة كده ونخليه متحرك كده. هنفتح الغطا ده كده، هنركب الجزء ده هنا، هركبه بالشكل ده كده يعني. خليكم معانا كده متحرك عشان يبقى ايه خفيف. هنركب الجزء ده هنا ونجيب بالشكل ده. هنجيب صامولة وهنثبته بالشكل ده هنجيب الجزء الثاني ده برضي، هنجيب له برضي بالشكل ده وهنثبته. طبعا عشان وقت الفيديو ما اطولش عليكم، انا هركب هنا في الجزء ده هنا. بعد ما انتهينا ركبنا الجزء ده هنا والجزء ده هنا كده، هنجيب الجزء ده وهنركبه هنا برضه. هنجيب صامولة وهنقفل عليه مظبوط. هنجيب زردية أو بنسة هنقفل عليه كده بالشكل ده. بالشكل ده كده هنجربه مع بعض يا حضرات كده. على بركة الله هنجرب. هنجيب كيس كده، كيس كمامة كبير، هنجيب الداخل كده جبنا الكيس بالشكل ده. طبعا يا حضرات بعد ما انتهينا من كل حاجة، لو معاك اي كمامة كده تشركها بالوضع ده كده
كده وصلنا لنهاية الفيلم، فلو عجبت الفكرة ما ينساش يدعمنا بلايك، ما ينساش يعمل اشتراك. وإلى اللقاء، نشوفكم في موضوع أجمل حضرات.